السلام عليكم. اليوم فيجوال بيسك 1 بدي اشرح عن string وادمجها مع الفانكشن. اخذنا احنا امثله على string، بس خلينا نعيد عليها بس نفهم كيف بالضبط string يتم تمثيله بالكمبيوتر. How to handle string او strings، كيف نعالج النصوص. Strings are considered as array of characters. يعني string لما نعرفه dim s as string بتمثل بالكمبيوتر كمصفوفة من الأحرف. First character index اللي هو first from left is zero. الindex لما نحكي عن الindex بنحكي عن موقع الحرف. فلو كان عندي مثال dim s as string equals good holiday، كيف تتمثل هاي الكلمة في داخل الكمبيوتر؟ good good في عندي هنا space و holiday holiday holiday. ببدأ يعد بالكمبيوتر في التمثيل الداخلي من صفر. فحرف الجي الاندكس تبعه اللي هو location الموقع، موقعه صفر. يعني الحرف الأول موجود بالموقع صفر، الحرف الثاني موجود بالموقع واحد وهكذا، الحرف الثامن موجود بالموقع سبعة، الحرف الحادي عشر موجود بالموقع 11 اللي هو حرف الـ A، آخر حرف موجود بالموقع 11. احنا حكينا الحرف الحادي عشر موجود بالموقع 10، آخر حرف اللي هو last character اللي هو حرف الـ Y موجود بالموقع 11. طبعا احنا ما بنقدر نستخدم الاحرف لانه النص ممكن يختلف، فكل مره ممكن النص يكون المحتوى تبعه مختلف، ممكن يكون اخر حرف موجود بالموقع 50 70 13 حسب النص. يعني بالنسبه لاخر حرف ما بنقدر نقول انه 11 موقعه 11. ليه؟ في هذه الحاله احنا معطين مثال موقع 11 نعم، بس لو غيروا النص بتغير الموقع. Now we want to know the followings. بدنا نجاوب على هاي الأسئلة ونشوف كيف بالفيجوال بيسك ممكن نطبقهم. طبعا قبل ما نجاوب على الأسئلة، S of index، الindex اللي هو هذا الindex 0 1 2 3 indicate each character each letter أو each character. يعني S of 2 بيعطيني ال O، S of 6 بيعطيني ال O، S of 5 بيعطيني ال H، بس S of 5 هو الحرف السادس، الحرف السادس S of 5. لو جينا نسأل how many characters exist in a string S، كم عدد الأحرف الموجودة في المتغير S؟ الجواب هنا، الجواب عدد الأحرف 12. لو بدنا نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آخر حرف 12. How many characters exist، بس مش دائما بيكون 12 زي ما حكينا. بدل ما نستخدم من الآن فصاعدا عدد الأحرف كرقم، في عندنا جملة في الفيجوال بيسك s.length، طبعا برضو الاس متغير، لو حاطينه v بتصير v.length، فv dot length بتعطيني عدد الأحرف الموجودة بالنص. هاي أول شغلة بدنا نحفظها، إنه عدد الأحرف الموجودة في النص هي عبارة عن S dot length. السؤال الثاني، what is the first character؟ يعني اكتب لي الجملة اللي بتجيب الحرف الأول، هي عبارة عن S of 0، هاي S of index S of 0 هاي الحرف الأول. What is the second character؟ هاي second S of 1. What is the third character؟ third character S of 2 بتعطيني. What is the fourth character؟ وهكذا. What is the last character؟ في هذه الحالة لو كتبنا 11 بتزبط، بس بدل ما نكتب S of 11 نقدر نستبدلها في S.length لأي نص مهما كان النص S.length، بس بتعطيني 12، ما في عندي 12 بتلاحظوا هان، آخر موقع قيمته 11، فدايما بدها كله ناقص واحد. آخر حرف على اليمين، آخر حرف بالنص الموقع تبعه s.length minus 1، يعني هان الحرف الثاني عشر موقعه 12 ناقص واحد اللي هو 11. In vb.net we can read each character
not allowed to change or modify the character. يعني بنقدر نقرأ قيمتها نحطها في المتغير بس ما بنقدر نقول له غيرها. يعني read means put a character in a variable، حط الحرف قيمته في متغير أو اطبعه. مثال على ذلك c تساوي s of 1 is allowed، مسموحة. حط الحرف الثاني في المتغير c يجوز، بس لو قلنا له s of 1 equals h ما بقبلها. ليه؟ لأنه هاي عبارة عن كلاس وحدة واحدة، ما بصير أغير العناصر تبعاتها، مش سامحين لنا. ناخذ مثال وإيش الجواب تبعه. write a vb.net code to do the following. put the second character in a variable c، حط الحرف الثاني في المتغير c. الحرف الثاني اللي هو الاندكس تبعه 1، يعني s of 1، هاي s of 1. حط الحرف السادس في المتغير c، c تساوي s of 5. put the last character in variable c، ما تفرقش كابيتال او سمول، c تساوي زي ما حكينا هان s of، بدل ما احط 12 ناقص 1 s dot length minus 1. فهاي بقدر استخدمها لأي نص بغض النظر مهما كان عدد الأحرف الموجودة فيه، بيكون جوابها صح. why s dot length بتساوي 12، طبعا آخر حرف حكينا هان 11 موقع، بس s dot length بتعطيني زيادة واحد عنها، s dot length equals 12. s of 12 لو إن استخدمتها في البرمجة ما بتعرف عليها، وبيعطيني إنه في مشكلة إنك أنت بتحاول تصل للحرف الثالث عشر، الحرف ال 12 ومش موجود، فبدي استخدم اس اوف 12 ناقص 1. بس غلط استخدم اس اوف 12 ناقص 1، لانه لو اختلف النص برضه بيختلف. واللي هي بستبدلها بدل 12 اس دوت لينث ماينس 1. بدنا نجرب ابلكيشن صغير كالتالي، بس هان يعني بدنا ندمج اكثر من شغله، بدنا ندمج اللوب مع الفانكشن. رايت a vb.net program نش program function that asks the user to input a string as، بده يقول لك دخل النص اي نص بدك اياه، and a character c، ودخل حرف معين، then count how many times the character c exists in the string. بده يعد هذا النص اللي دخلته، اكم حرف، بدي ابحث عن حرف معين وعده، كم حرف موجود فيه من الحرف اللي انا دخلته. Then return the number of occurrences of the character C in that S. بده يعد لي كم حرف موجود في S. يعني على سبيل المثال اذا دخلت ال S supplementary pipeline ودخلت ال C P، هيك بدي ادخل. بده يعد حرف ال P اللي دخلته في C كم مرة موجود في S. بده يقول هاي 1، هاي 2، 3، 4، بده يعطيني الجواب 4. في الاقتران بده يرجع لي 4. بدنا ننتبه لشغلة هان، انه الاقتران بده ياخذ نصين، بده ياخذ تو فاريبلز، او مش تو فاريبلز، مش نصين، اول قيمة بده ياخذها نص، ثاني قيمة بده ياخذها كاركتر، يعني string as string والثاني as character، لاني فقط بدي ابعث له حرف واحد. ويرجع الرقم. سابقا كنا نستخدم احنا console.readline. في شغله جديده ممكن اعرفكم عليها، اللي هي input box، وبحط اي نص هان بدي اياه، رجع ادخال قيمه، please enter a number، please enter a string، please ما عارف، instead of console.readline. خلينا ان نبدا بالفيجوال بيسك، نشغل طبعا الفيجوال بيسك وجاهز ونشوف كيف بدنا نتعامل معه. أول شيء بدي أكتب اقتران، أو قبل الاقتران بدي أعرف المتغير s هندم s as string فاصلة c as char. بدي أدخل المتغير s وأدخل المتغير c. زمان كنا نقول له هان، خلينا نكتب console.read p. زمان كنا نقول له s console.write enter s value
وتحتيهم كله اس تساوي console.readline. لو جينا بس للفحص هاي مش لازمة، قلنا له console.write you entered s equal، انت دخلت قيمة s تساوي s، زي ما اتفقنا اللي بين double quotation يكتب كما هو واللي خارج double quotation تكتب القيمة. بدخل لي اشي واشوف بطبعه صح ولا لا. لو دخلنا ال s هالو انتر، يو انترد هالو، مزبوطة معناها لحتى الآن. بس أنا هاي بدي أحاول أبطل أشتغل عليها، بدي أجرب شغلة أقوله مباشرة أس تساوي input box of، طبعا هان بعطيه إشعار انتر a string value s، ادخل قيمة المتغير s ونشوف انه فعلا بعدها بطبعها بعد ما ادخلها. بس هان بجيب لي اياها كانبوت بوكس، ما بدخلها كريد لاين. طلعوا كيف الرن، هي الرن انبوت انتر ا سترينج فاليو، انتر ا سترينج فاليو s، وهان بدخل هالو بعمل اوكي، المفروض يطبع لي اياها تحت او فوق، هي طبع يو انتر اس تساوي. فهي ممكن نستخدمها من الان فصاعدا ادخال القيمة باستخدام input box. رقم اثنين بدي كله c تساوي input box of enter a character to count، ادخل الحرف اللي بدك تعده input box box مرتين. ونفس الشيء هان بسألني وبدخل الحرف. الآن ما كتبت الفانكشن، بدي اكتب فانكشن وابعث له الاس وابعث له السي. فهان بدي اكتب فانكشن كاونت كار، كاونت كار قد الاحرف اوف باي فال اس از سترينج فاصله سي از كار as integer. نذكركم بالاقتران، نعمل انتر، نذكركم بالاقترانات. الاقتران باخذ متغير او اكثر وبرجع قيمة معينة واحدة فقط. فهان باخذ s as string وهان باخذ c as char. بده يروح يعمل لوب، نستخدم اللوب هان لان شرحنا لكم اللوب، ونعد اكم حرف موجود بإس، الحرف اللي دخلناه بدل سي. طبعا سي متغير بدنا ندخل فيه حرف الـ A ولا حرف الـ B ولا وهكذا. طبعا بلزمنا هان متغير في داخل الفانكشن مشان نعد واحنا نفر على كل الأحرف، كل حرف بدنا نمر عليه بدنا نعد هذا الحرف ونضيف واحد على العداد. ممكن نقول له dim count as integer، هي أول شغلة. الشغلة الثانية بدي أعمل لوب على كل الأحرف اللي موجودة بأس. كيف بدي أعمل لوب على كل الأحرف؟ أول شيء زي ما حكينا هناك نرجع لأس نشوف شو الأس موجودة عندي. اللوب بدها تمشي من زيرو ل اللاست، اللاست حكينا بدنا نحط بداله s.length minus 1. بدي أعمل لوب لأنه آخر حرف موجود s.length minus 1 هي. For i equals 0 و s.length minus 1. For i equals 0 و s. إذا بتلاحظوا الاس بعطيني length مباشرة .length minus 1. وحكينا ليش minus 1؟ دخلت 10 أحرف length تبعها 10 بس موقع آخر حرف يكون 9. دخلت 70 حرف، عدد الأحرف 70 بس اللوب بدها تكون بدل من 1 ل 70 من 0 ل 69 اللي هي s.length minus 1. هنا كيف بدي اعد؟ بدي اقول له f s of i equals c.
يعني بدي أفر على الأحرف S of 0, S of 1, S of 2, S of 3 إلى آخره. إذا كان الحرف بساوي C, مش حرف السي, السي متغير اللي بنكون مدخلين قيمته كحرف, then count equals count plus 1. إذا كان الحرف اللي موجود بهذا النص يساوي الحرف اللي ببحث عنه بدي أعده, ضيف واحد على الكاونت. وهان بديت الكاونت من صفر لأنه افتراضيا بيكون صفر. بس أخلص خارج اللوب, ما بصير أكتب الريتيرن داخل اللوب. بعد ما أخلص وعد وأخلص بكتب له ريتيرن كاونت, رجع لي الكاونت. هيك بنكون خلصنا الاقتران. الاقتران جاهز, ما علينا إلا نستدعيه تحت. هسا هنا كيف بدنا نستدعيه؟ ممكن يكون في عندي متغيرين, لا متغير واحد مشان احط فيه عدد الاحرف, دم ان اس انتجر ان اللي هو عدد الاحرف, وهذا كله ان يساوي ايش اسم الاقتران حطيناه, كاونت كار, ايوه كاونت كار, ان تساوي كاونت كار اوف اس فاصل سي. هاي بدناش اياها, ممكن نحط بدلها كونسول دوت رايت ان, اطبع لي عدد الاحرف اللي موجوده اللي دخلتها. نعيد مره ثانيه, الاس تساوي انبوت بوكس, ممكن تستبدلوها بريد لاين ما في مشكله, بس انا حاب اعرفكم عليها. والسي دخل النص اللي بدك تبحث في داخله, ودخل الحرف اللي بدك تبحث فيه كم مرة موجود في هذا النص. وهان count car of S فاصلة C, S فاصلة C بدها تكون على نفس الترتيب, الأس اللي هي string والسي اللي هي الكار. نرجع نحكي ونأكد مرة ثانية, بالنسبة للأس اللي موجودة هان والسي اللي موجودة هان تختلف عن الأس اللي موجودة هان والسي اللي موجودة. لما كنا نحكي ممنوع المتغير نعرفه مرتين, يعني لو جيت قلت له دم اس از سترينج بيعطيني خطا, ونحط الخطا لوكال فيريبل اس از اولريدي ديكليرد ان ذا كرنت بلوك. كرنت بلوك, كرنت بلوك هاي بيحكوا لها بلوك من عند السب مين للاند سب. كرنت بلوك ممنوع في نفس البلوك اعرف المتغير مرتين, بس في بلوك ثاني لو كان في عندي هان اس وهان اس بيختلفن. ولذلك الاس هاي لا يشترط انها تكون اس, مش اجباري, ممكن نستبدلها وراح استبدل لكم اياها بالاخير. لا يشترط انها تكون نفس المتغير, بس يفضل انا بعملهن نفس مشان ما انه الاس للاس ولا السي للاس. الاس هاي فقط مرئية من عند حرف الاف لحرف الان, يعني بين function و end function. خارج الفانكشن غير مرئية الاس, يعني هذا الاس ما بشوف, هاي اس ثانية تحجز مكان ثاني بالذاكرة في مكان اخر. والسي نفس الشيء. خلينا نعمل run ونشوف الناتج. بدنا نقول له ندخل كلمة hello, hi, how are you. ما كتبش, لازم اجي هان انا, سوري, حلو بدي ادخل القيمه هاي هاو ار يو. الهلو موجوده اتش 1 2 3, المفروض يطبع لي 3 الان كونسول دوت رايت, بس بدي ابحث عن حرف الاتش, بدي ادخل له انتر ا كاركتر تو كاونت, الحرف اللي بدي اعده في النص اللي دخلته قبل شويه اللي هو حرف الاتش. نعمل اوكي. راحت الكونسول دوت ريد كي, ليش؟ المفروض كونسول دوت ريد كي ما زبطت, او انه صار شيء. كونسول دوت ريد لاين اجربها مع الانبوت بوكس بجوز صار شيء. خلينا نعمل اي شيء هان, هيها جرى, سوري. خلينا مرة ثانية اتش اتش اتش, واي خرابيش, و اتش 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 المفروض يعطيني 7 8 حرف الاتش. هي حرف الاتش بحط لي عنه 8, مظبوط. خلينا نظبط الاوتبوت, اظبط شويه.
بدل ما نكتب له ان، شو الان يعني ولا ما ينبين الان، بدي اقول له انه حرف السي موجود عدد تكراره the occurrences of c equals n، خلي الان زي ما هي، بدي اكتب هان the occurrences of and c and n. راح يكتب لي the occurrences يعني عدد مرات التكرار الحرف السي ان، ملزكة فيها للعلم يعني. The occurrences of H 4. The occurrences of H 4. وليش قال H هاي اللي كتبتها أنا وأنا أكتب قبل شوي سوري. طيب ماشي، The occurrences of H 4 ما بدي هيك، بدي أكتب له The occurrences of H of C N and S. هنا نسينا نحط and، يعني عدد مرات تكرار حرف ال H في النص الفلاني equal، خلينا نرد نقوله equal وخلينا نعمل شوية فراغ لالازي. هذول اللي بين دبل كوتيشن زي ما اتفقنا بنزلين زي بعض، الحرف اللي بدي ابحث عنه موجود في النص اللي بدي ابحث فيه أو مكرر كذا مما، حتى نشوف الأوتبوت. جود المفروض نيجي هان جود دي ديليفرد، جود دي ديليفرد. خلينا أبحث عن أكم دي موجود، هاي دي occurrences of دي، ملاحظين هاي الدي ملزقة بالان، الدي اللي هي متغير. occurrences ان good day delivered، هاي الجملة اللي بدي ابحث فيها اعد فيها كم حرف دي equals for good. ليش الجود بجيبها؟ good احنا سوري احنا نسينا for s، لا ما نسينا، فكرت اني بطبعها مرة ثانية. لا هي كانت مكتوبة لما عملت ران مرة ثانية. بس بدي بعد ال D the occurrences of C عن ال N. هيك. شو حكينا احنا؟ good day delivered. اوكي. دي ابحث لي عن ال D كم مرة مكرر في good day delivered. نعم لازم يعطيني the occurrences of D in جوج، حطيناها جوج بدل جرد، دي ديليفرد ايكوالز، الايكوالز مش مبينه، خليني اصغر الخط شويه مشان نصير قادرين على قراءة كمية أكبر. الفونت احنا شو حاطين 72 خليه 28 ايكوال 3 مظبوط. هي عندي جود دي واحدة اثنتين ثلاث، هيك طلع الـ good day delivered is 3. خلينا نجرب أي شيء يعني manipulate أي شيء خرابيش، وإنه إنه إنه إن كثر الإنات حطيتها، نعمل أوكي. بدي أبحث أكم الإن موجودة في كل النص اللي دخلته، the occurrences كذا كذا يساوي 8. لو جينا نعدهن هذول بساوين 8. هاي شغلة السترينج وكيف نتعامل معاه بهذا الشكل. حكينا انه الاس هاي تختلف عن السي، هاي تختلف عن الاس اللي فوق، والسي تختلف عن السي، يعني لو جيت استبدلت هنا اس 1 وسي 1 بصير هنا عندي خطأ. ليه؟ هنا معرف اس بس هان ما بشوفها، كل بلوك معزول عن الآخر، بدي اضطر احط له S1 وC1 مشان يتعرف، وهان S1 وC1 بصير تعارض؟ لا ما بصير تعارض. ليش؟ احنا لما حكينا by val S as string، هان لما نيجي نحط له S1 يعني حط لي قيمة S1 اللي دخلها اليوزر، قيمة S1 هان تبعث وتحل محل
قيمة الاس هان، وقيمة السي 1 تحت تنحط محل السي هان، وبعمل اللوب بشكل صحيح وبشكل متوازن 100%. نسينا شغلة هان برضه، أعطانا خطأ سي 1 واس 1. خلينا نرد نجرب للمرة الأخيرة. enter a string value s character count، ناخذ هاي بقدر أعملها نسخ كنترول مع سي وأعمل run، وهان بعملها لصق كنترول مع في بدل ما أكتبها، أعمل أوكي وبدي أبحث عن حرف السي كم مرة مكرر. فهان جاب لي إنه الجملة هاي اللي عملت لها نسخ حرف السي enter a character 1 2 3، enter a character count عدد الأحرف 3. وممكن يتمد الشغل يكون عندي وثيقة كبيرة وبدي أعد، طبعا هاي عدد الأحرف عادة بيستخدموها لفك التشفير، إذا كان أنا بدي أشوف كل لغة لها خصوصياتها، مثلا اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والإيطالية وغيرهم، كل لغة بنحكي عن اللغات اللاتينية مثلا، اللغة الإنجليزية أكثر حرف مكرر هو حرف الإي وهكذا، واللغة العربية نفس الإشي. فإذا بدهم يفكوا الضغط، لو كنت أنا بدلت الحرف بحرف بدي أشوف أكثر حرف مستخدم بقول هو حرف الإي، أقل حرف مستخدم هو حرف كذا، فبصير أنا أتعرف على كل حرف مغير أساس الحرف، ممكن يكون مغير لما نعمله تشفير بصيغة ثانية، لأنه طبعا التشفير مش بهذه السهولة، بس هاي التشفير البدائي. شو كمان في تطبيقات؟ أهم شغلة حكينا برضو إنه ممنوع إحنا نغير في قيمة النص، يعني بدي أرجع أحط بدل هذول، لو حطيت قيمة ثابتة بدي كله أس 1 تساوي، كنا ماخدين باين أبل كونتينز، كنا كاتبينه إحنا نايذر باين نور أبلز، كنا كاتبين زي هيك، ونقول هان مش اس 1 وسي 1 تساوي حرف البي اللي بدي ابحث عنه. نعمل رن، هان مش رح يسالنا دخل القيمه ولا ما تدخلهاش، طواله بيعطيني النتيجه، بس احنا شكلنا صغرنا الخط كثير، هاي 36 اوكي نور ابل بيعطيني 6، عدد الأحرف 6. لو جينا عديناه هان 1 2 3 4 5 6 أحرف صحيح. اللي بدي أجربه إذا كان string كيف بغير قيمته؟ بقدر أغير قيمته هيك S تساوي كذا كذا كذا، بس لا يجوز أقول له S1 of 0 equals أي حرف، يعني بدي أغير حرف البي أحط بداله إس طوال أعطاني خط إزرق. شو كاتب لي هان بالخطأ؟ Property cars is read only، يعني كل حرف هو للقراءة فقط، يعني للقراءة فقط بيكون على جهة اليمين، ممكن أقراه وأحطه في متغير بس لا يمكن أعدله. هذا بالنسبة لسترينج، بس بالنسبة لسي 1 هي كلياتها حرف، يجوز إني أغير الحرف وعدله وبدله. ممكن ناخذ فكره كمان بعيدا عن الاقتران، لو بدي كله انتر كاركتر ويعطيني اكم الاسكي كود تبع كل حرف، خلينا نرجع اس 1 هان، وهي بدناش اياها، او خليها هان موقفه، وهي بطلت تلزم اصلا، ما بدي ادخلها، ما بدي اياها البي، وهان ما بدي نادي الاقتران ولا بدي اطبع قيمة الاقتران. انتر كاركتر، ادخل حرف، بدك تدخل حرف. كيف بدي ادخل الحرف هان؟ بجيب لي بالانبوت، بس انا بدي اعمل له كونسول دوت رايت لاين، رايت لاين يو انتر اند اس 1 حطيناه باس 1، ممكن كار لانه حرف واحد حطيناه بدل اس 1 سي 1، ممكن نحطه سي 1 وهان سي 1، ما بدنا اس 1.
خليني اعمل رن واشوف شو بيعمل لي. بده يقول لي انك دخلت الحرف الفلاني، بدي ادخل حرف ال A كابيتال. ال A راح ينطبع هنا كغلط منها اذا زبط. بدي اجي هان ادخل ال A، اكتب لي يو انترد انترز، يو انترد A. يو انترد A. بس انا شو استفدت دخلت حرف وطبعته؟ لا، اللي بدي اياه بدي يطبع لي كم قيمته بالاسكي. حكينا كل الضروري نعرفها هاي ونتبع عليها. حكينا انه كل حرف مخزن في الكمبيوتر باينري بصيغه رقميه، وهذا الحرف الصيغه الرقميه الباينري اللي هي الثنائي صعب احنا نتعامل معها. فعملوا جدول هم قالوا انه كل حرف كم رقم، مشان اذا بلزمنا ممكن نرد كله هان اند هاز اسكي نمبر equals إلو ASCII نمبر يساوي. برضو لحتى الآن ما طبعت الاسكي تبعه، خلينا نرد نعيدها مرة ثانية. حرف ال A you entered A has ASCII code، برضو مش حاطين بينها وبين هاي which has ASCII code of كم رقم ال A، طلعوا كيف نستفيد. and الفيجوال بيسك بتزودنا في اقتران، بنعطيه حرف وبرجع لنا القيمة الاسكي تبعته اسمه A S C، اول ثلاث احرف of C1. باخذ C1 هو اقتران جاهز، ديروا بالكم احنا ما دمنا بنعرف الاقترانات هو عبارة عن اقتران جاهز، مبني جاهز، ما علي انا دي استخدمه، ممكن احطه في المتغير. You entered C1، انت دخلت هذا الحرف، والذي يعادل بالرقم نمبر رقم الاسكي تبعه ASC of C1. نعمل run وندخل اي حرف بدنا اياها. هاي حرف الـ A 97، حرف الـ A قيمته 97. اذا اخذنا حرف الـ A small letter حطينا الـ A capital letter نعمل اوكي 65 حرف الـ A. لو جينا نجرب شغلة ثانية space، ندخل space لها رقم بالاسكي اوكي المفروض 32، 32 وهكذا. كل حرف له قيمة رقمية بحيث انه لما نكتب، يعني احنا هسه لما نخزن كل حرف هذا بتحول لباينري. حرف الـ A الكابيتال 65 طبعا بخزنه كباينري، اصحاب اتعامل مع الباينري فعملوا لنا انه نتعامل مع الأرقام العشرية خارجياً، بس داخل الكمبيوتر كلياتهم بتعامل بالنظام الثنائي. خلينا نسأل شغلة ثانية بالنسبة لعدد الأحرف هان. الحلو إنه لما أعمل اقتران بقدر استدعيه بأي طريقة بدي إياها، يعني بغير النص وبغير السي زي ما بدي. بس في عنا مشكلة هان بتظهر، كنا حاكينها زمان، إنه إذا كان الحرف كابيتال أو سمول ما بعده. يعني لو جيت لنفس الحرف الجملة اللي مكتوبة هان، لو حطيت هان حرف الـ P رح يعطيني بس بعد أحرف، والـ P سمول اللي بدي أعده بس بعد لي سمول. فهان ما بتزبط، لأنه في طبعا بناخذها لاحقا في string class إنه ممكن تحول الحرف لكابيتال لتر اللي هي S تساوي C دوت برو أبر سي دوت بوستينج، بدناش اياها حملناها من المطلوب خلاص. السي احنا خليه عدلنا اللي بدنا اياه فقط، دخلنا كابيتال بعد الكابيتال، دخلنا سمول بعد سمول. هاو تو تشينج ذيس كاركتر انتر تو سمول او كابيتال، في لها طريقه باخذوها في فيجوال بيسك تور. ممكن عندنا شغله ثانيه، عندنا الفانكشن كاونت كار. ما بدنا فانكشن. لو كان السؤال كالتالي، انه انت عندك رقم يتكون من ثلاث خانات، بدنا نطبع خانة الآحاد كم تساوي، وخانة العشرات كم تساوي، وخانة المئات كم تساوي. يعني اذا كان عندي فور اكزامبل 317 بكتب لي السبعة آحاد والواحد عشرات والثلاث مئات. هان بده يرجع ثلاث ارقام، الاقتران ما برجع ثلاث ارقام، فيش اقتران في الدنيا حتى في الرياضيات. تعريف الاقتران انه برجع قيمه واحده، فمنشان نعمل هذا الحكي
لازم يكون عندي صب. ممكن احطهم في 3 متغيرات في داخل الصب، فبدي اعمل انا صب ان ديجيتس باي فال اس از string وانتر. لاحظوا الفرق بين الفانكشن كتبت سب، السب مجرد بكتب فيه كود بنفذ ليس الا، باخذ زيه زيه الانبوت بس ما في اوتبوت. هاي للاوتبوت، هان ما في اوتبوت، يعني ما بده يرجع قيمه. ممكن اكتب اوتبوت في داخله، ممكن اكتب في داخل الكتران كونسول دوت رايت او شيء، بس هان ما بيرجع قيمه لما استدعيه. بدي ابعث له اس، طب ليش اس؟ ما احنا حكينا بدنا نبعث له رقم انتجر. الحقيقه لو بعثناه كانتجر بدناش نكتب الكود احنا، ممكن الارقام نعتبرهم كنصوص اسهل، فبنقص نقصقص الاحرف كل حرف لحاله. فخلينا نكتب هان كونسول دوت باي لاين and s. هاي الجملة مش هي الصح، بس أنا بدي عشان أكررها بدي أقول له أول شيء عدد خانات الآحاد أو خانة الآحاد هي الآحاد اسمها في الإنجليزي ones digit equals خانة الآحاد تساوي tens digit equals هاي مش ones digits ones digits sorry وهان tens hundreds digit equals خانة الآحاد وخانة العشرات وخانة خانة الآحاد هي أول خانة على اليمين، خانة الآحاد لاحظوا، وخانة المئات أول خانة على اليسار. يعني أول خانة على اليسار على اعتبار احنا مثبتين انه الرقم 3 خانات، ممكن نحكي له هيك زيرو، اس اوف زيرو بتعطيني اول خانة على اليسار، اس اوف 1 بتعطيني الخانة اللي بالوسط، واس اوف 2 ممكن نستخدم اس دوت لينك ماينس 1. فهيك العملية. ممكن نيجي نعمل له انبوت بوكس، بدنا نعرف هان string s بدل c1 input box، نرجع نحطها s1 لانه بدي احط بظبطش c. ليه؟ لانه c بتوسع لحرف واحد، c بتوسع لحرف واحد ولهذا السبب ما بتزبط، بدي ادخل s. input box enter a number، وحكينا اصلا زمان انه اي قيمه مدخله بعتبرها نص، إذا بدنا نحولها ممكن نقول له فال. أنا ما بدي أحولها كله له فال، خليها كنص، وبدي أروح أستدعي الصب. الصب عملية استدعائه اسمه إيش الصب عندنا؟ إن ديجيتس أوف S1 بس. ولا اضطريت طلعوا تحت كنت أعرف متغير واستدعي الإقتران، لأنه في قيمة راجعة لازم تتخزن في المتغير. هان ما في قيمة راجعة، مجرد استدعاء وكفى. هسه لما استدعيه هيك بيجي على ان ديجيتس، القيمة اللي دخلتها بروح ببعثها لاس 1 اللي هي بتكون هان اس، وبروح بفككها. خلينا نتأكد من هذا الحكي انه شغال بشكل صح ولا لا. يعني لو جينا نحط له 123، المفروض الثلاث آحاد واثنين عشرات والواحد مئات. hundreds 1 123، الثلاث ones digit equals 3، tens digit equals 2، and hundreds digit equals 1. 123. طبعا هذا واحد يقول لي ليش بدنا نفككهم؟ عادة ممكن اجي انا اعمل select case، بدي اعمل ادخل له رقم. تشوفوا اليوم الشكات اللي بيطبعوهم كل المطبوعات جاهزات، يعني بيكون مثلا ادفعوا لأمر فلان 523 كرقم 523 وتحتيه 523 دينارا فقط لا غير. هاي تحويل الرقم
لصيغة نصية بحكولها تفقيق بتبعين المحاسبة، تحويل الرقم لصيغة نصية ممكن يتم بهذا الشكل. يعني ممكن أجي أنا أقول له أرد أعمل اقتران وأفكك هذا الحكي، هاي أحطها في متغير، أقول له إذا كانت خانة الآحاد لا تساوي صفر، يعني ممكن تكون من 1 لـ 9، رجع لي 1، 2، 3، العشرات 20، 30، 40، وجمعهم 21 طبعا، والمئات افرض انها 7، بكتب له اذا كانت طبعا بالسيلكت كيس من 1 لـ 10 بدي اكتب، وبعدها 20، 30، 40 للمية، 20 رجع لي 20 او 20، 30، 40، 50، 60، وإذا كانت هندردز أول واحد مائة، إذا كانت واحد قيمة المائة، 200، 200، 300، 400، وبعدها بجمعهم في إشارة الآن. يعني في هذه الحالة الرقم اللي دخلناه إحنا 123، 123 دينارا فقط لا غير. بناخذ تطبيقاتها لاحقا لأنه إحنا بدناش نخوض في سترينج كلاس. نأمل إنه المثال كان معجبكم ومنيح، ونأمل إنكم استفدتوا منه، وأتأمل تشاركوا على المودل في النقاشات، وشكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية.